صراحة هذا ما كانش اتفاقنا من الأول، أنت وعدتني تاخذني شهر عسل وما صارش منا، علاش لأنت وما شلتنيش؟ إيش تبيني ندير يا حلا؟ نحن تزوجنا من هن ووقف المرتبات والسيولة إيش حطت وتشوفي في وضع البلاد، فلذلك العمل فصلوني منه، والتفتوفة اللي كنت محوشها صرفناها على تغيير دار النوم اللي خربتها صاحبتك. إيش تبيني ندير لك مثلا أنا يعني؟ بالك مني وأنا شو دخلني؟ لا 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 اسف، لا مش شورك انت، مش شورك شيء، تدي وجهك خير ما شاء الله عليك وجو سمع وفرجت من يوم ما خذيتك، شايفه جو بروحك انت. اسمع، انت عارفني من ايام حوش هالي، كل سنه في بلاد، في 2015 كنت في المجر، وال2016 كنت في كرواتيا، وال2017 كنت في النمسا، و2018 اللي هي اول امس كنت في فرنسا، وانا معاك ليا 5 شهور لا طلعه ولا خشه، اتصرف دير لك حل. فرنسا هذا ايش تقربت عندهم فرنسا، مشيتي لها انت في 2018 ها؟ ما شاء الله عليك والله، مش قلت لك وجهك خير انت؟ لا تصرف سهل. صعبة بك يا رجل، ما عادش عرفت كيف نطق فيها السيولة هذه، ما عادش عرفت كيف نوصل في الروجة، عرفت؟ قالوا لنا يوم للرجالة ويوم للصبايا، قلنا ما علينا تمام 100%. مشيت للمصرف، لقيت طابور برمجينا بكر على المصرف. أول ما جيت للمصرف أنا قعدنا في الطابور وتمام و100% عدينا تمام 100%. أول ما وصلت للروجة، السلام عليكم، السلام ورحمة الله، معلش عطينا الراتب بتاعنا الله يربحك، سامحنا يا أستاذ المنظومة عطلت. كيف المنظومة عطلت كيف يا راجل؟ قلنا ما علينا. ثاني يوم طبعا صبايا، ثاني يوم ما تقوليش لبس محرم عاد يصبح الطابور. تين يا راجل لبس محرم يا راجل؟ ما تقوليش قلت للمدام عاد يخصيني. تين المدام يا ما نديرهاش أنا، الموضوع ما درش، قلت خليني نعدي وخلاص. صبينا هنا المصرف، طابور الصبايا كان شوية يعني مش واجد تمام. عالمهم رجينا بيطلع واحد من الموظفين، بارك الله فيه صراحة، قال يا جماعة خلاص الصبايا قريبة كاملة، انتوا خشوكم انتوا تسحبوا تمام 100%. كويس، وانا أول واحد توفيق، أول واحد مصبي تمام الحمد لله. كمل طابور الصبايا، خشيت أنا جريت لعند ما وصلت عند الروشة تمام، خلاص الحمد لله مديت الشيك، قلت له معلش نبي هذه السيولة بتاعنا والراتب الصراحة. قال لي المنظومة عطلت، ما عادش عرفت قصة المنظومة هذه، دراهات لي كبتي يا رشد. صدقني يا طارق، العيب مش في المنظومة ولا في الصراف ولا في المصرف. تبي العيب وين؟ العيب في وجهك النو يا طارق، والله نو وانت بكر بصراحة. معقول انا وين؟ انت قصتك سهلة، انا قصتي صعبة. اليوم نيضت لي علي ديسكا، تبي تمشي شهر عسل؟ ها؟ تبي تمشي شهر عسل المدام يا راجل، كيف ندير انا؟ قصة العقرب هو؟ عقرب كيف؟ لا انا عندي برج مش عقرب. يا راجل الوليه شغله، نفس الوليه اللي عندي هنا، وليتها غلادي موجوده في الدبالة، ما تسمعش كلامها، تي شهر عسل، بعد مش عارف كم شهر نزيزه، تبي شهر عسل الدبالة تسمع كلامها. اسمع يا توفيق، سكر عليها جميع المنافس، هذه حطها في دار وسكر عليها هيك الباب، وحط الصالون وحط المخازن وحط الزاب هذا الباب. لو كان من دلام الروشه ما تعطيهاش. سلام تعالي ارحم بيك، هذا صارني من بدري قريب متت انا، شو اخبارك شاري الواجب طارق المدرعي الكبد اللي تقولي فيه انت، تعال اسمع يا استاذ، شوف الجديد، شوف العقرب شو طالبه منا. عقرب؟ عظيم من عقرب؟ لا هو الولية لما تقعد مدام تقعد زوجها هي يقولوا لها عقرب، حتى هو سمي وليته عقرب. عظيم جميل. طارق شو في فهمه؟ عارفونه في شيء المية تشيلي، ما في شيء. اسمع شو طالبه منا، بعد كم شهر من زيزه تبي شهر عسل، العقرب بتاعها تبي شهر عسل. يا سلام، انصح يا مراد، هذا يا راجل تبي واحد انصح. يعني مدام بتاعها تبي شهر عسل؟ ايش فيها يا طارق؟ كلك يا صغير، ايش في كلك يا طارق؟ بدي اقول لك حاجه، هو شهر في العمر مو شهر في السنه. كلك يا راجل، كلك ما تراكي ايش نيه يا طارق؟ وصل مالك الدنيا بتاع الله يا كبيرك، انك انت في اليوم استكشف كده والله. يا توفيق يا سلام يا توفيق، انا من رايي يا توفيق انك انت توكل على الله بكره، تاخذ المدام تبرم العجل بتاعتك، تبرم على البنزينه، تبرم على الزيت بتاعك، فهمت ولا لا؟ وتغير البشك وتطلع انت وياها، ما شاء الله تبارك الله، بلادنا راهو مزدهره، راهو بالمسطحات الخضراء ومزدهره بالشرق وغربه، وفي بلاد اكيد في اماكن جميله والله. لان الوليه عقلها كيف عيل صغير، كلمه تجيبها فهمت علي؟ ممكن تلاحظ
قدام الحوش اللي راح تكون جيله عالي جدا، فهمت؟ شكرا. واحد عقله كذا يصير، واحد عقله ما عادش كذا فوريا. كويس 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 كلامك هذا كله نصائح ما شاء الله. لا اسمع كلامه، اسمع ترى جاب غريب يا رجل، افهمني يا رضا غريض وبيغلظك ما تسمعش كلامه. بكره بعد بكره تجيني تقول لي يا ريت سمعت كلامك يا طارق. اسمع كلام يا راجل، هذا بيغلظك ما تشيلهاش، وسكر عليها جميع الملابس كما قلت لك ما تشيلهاش. لا شيلها يا توفيق، اسمع كلامي وشيلها. ما تشيلهاش، شيلها يا توفيق. ما تشيلهاش، شيلها يا توفيق. ما تشيلهاش، اربح شيلها يا توفيق. ما تربحش، اسمع كلامي وشيلها يا توفيق. ما تسمعش كلامه يا جماعة. قعدت كيف كرة التنس بيناتكم، انا اشيلها ولا ما اشيلهاش؟ قولوا لنا كيف الراي. تودي كيف اتفقنا معها؟ زعما نسفرها ونسمع كلام مراد، ولا نسكر عليها المنافس ونسمع كلام طارق؟ ما هو توفيق ما تجيش حتى تسكير المنافس، واجب مش كويس، يصير اختناق. وبرضه تشريع المنافس واجب مش كويس، تخش الريح واللي يضربها برد والدواء غالي. لكن ما فيش الا حل واحد، كلمها ونفهمها الموضوع سبيت تسبيت. الدوة في الوجه خير من كل حاجه، ان شاء الله خير. يا خلود، خلود. نعم. تعالي. هاي هاي جايتك. تهشلك. نعم. ها كانك تعيط. لا مرحبا، شو دايره في وجهك انت؟ شو فيك؟ كانك انت هذا ماسك للبترول الدهنيه اديته الرؤوس القهويه، حاجات صبايا كانك انت شتبي تعيط. كيف رجعتيني نحسبها وجهك الشقر درتي له سميتو. عموما من الاخير انا قلت لك حل في موضوع شهر العسل. باهي شو صار معك؟ والله يعني بعد المباحثات والدراسات والنقاشات توصلت الحل يعني. اللي هو؟ ان العسل اللي بين الزوجين ينعقد عليه مده طويله، يعني ما نجيش نحصره في شهر واحد. يعني وكانك واخذ فصل عسل تكليف في شهر واحد، ايه بعدين ايه مش هتلقى عسل اخر. يعني توا نحن مش مسافرين؟ لا حنسافروا. والله صح، روما ولا باريس؟ والله للاسف لا نشجع في روما ولا باريس، انا نحب نتفرج على الصقور يعني. دمك خفيفه. ان شاء الله يفيد. بكر. باي وين ماشيين؟ حصلت لك تركينه سمحه في زاويه العرقوب ان شاء الله. تريلا غادي في زاويه العرقوب ان شاء الله. هذه وين تقع؟ مش عارف، تو كان نشوفوا على النت، لقينا على جوجل ايرث ونعرفوا مين كان وين. باهي تريلا غادي سمحه مكيفه فوق جبل جنب القعمول. صح هو الناموس بالكيلو غادي، لكن حياة حلوه ان شاء الله. تريلا 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 وناموس بالكيلو وقعمول اخر مقيوله لقط في بختي بالحيطه والياس ورايا برويطه. هاي تبقوا على خير تريلا.